يمكن للسياسيين أن يضعوا قوانين، ولكنهم لن يلتزموا بالقوانين إلا إذا كان هناك جيش قوي، وهو أحد أهم الأسس لأي دولة. وهنا نتحدث ليس فقط عن الميزانية العسكرية، ولكن أيضا عن القوات البرية والقوات الجوية والبحرية والقوات الخاصة. ليس سرا أن عينا من الخارج تراقب الجيش الروسي اليوم. يعتبر الجيش الروسي من أقوى الجيوش في العالم، حيث تتكون قوته من أفراد عسكريين محترفين ويتمتعون بمستوى ممتاز من التدريب الخاص وأحدث الأسلحة الاستراتيجية. حتى الآن تمتلك الترسانة القوات المسلحة الروسية أنواعا حديثة من الأسلحة القتالية الفعالة، ولكن آخر التطورات التي ستدخل الخدمة قريبا فهي مدهشة في خصائصها الفنية والتكتيكية، ومعظمها ليس لديها نظائر. فالقوات البرية للاتحاد الروسي مسلحة بالدبابات المشاة وعربات القتال المدرعة وناقلات الجند المدرعة بمختلف القوات والغرض بأسلحة حديثة. إذن ما الذي يمكن أن يتباهى به الجيش الروسي؟ اكتشفوا معنا متابعين في هذا الفيديو الخاص بنا. نقدم انتباهكم للتصنيف الأقوى للأسلحة الروسية، ولكن قبل أن نفعل ذلك متابعين لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، فهي أفضل طريقة لدعم القناة ولتشجيعنا على تقديم المزيد إن شاء الله. وأيضا إن كنت جديد في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد. أولا صاروخ إسكندر. يفتح صاروخ إسكندر البالستي قائمتنا، ويبلغ مدى نظام الصواريخ إسكندر M 248 ميلا، ويمكن للصاروخ أن يحمل رأسا حربيا يبلغ 1543 رطلا من مختلف الأنواع، ولا يتجاوز انحرافه الدائري المحتمل 16 قدما بسبب هذه الظروف. هذا النظام مميت للمطارات النقاط الخلفية والبنية التحتية الثابتة على طول خط الصراع الطويل. يمكن إعادة توجيه الماسح الضوئي أثناء الطيران، وبالتالي يمكن استخدامه ضد الأهداف المتحركة بما في ذلك السفن، والذي يستخدمه الصاروخ النظام المناورة المدمج، مما يجعله من الصعب ضربه بالدفاع الصاروخي للأنظمة. ثانيا نظام الصواريخ المضادة للطائرات S-400. هناك ثلاثة أنواع من الصواريخ S-400، وكل منها مصمم للاشتباك مع أهداف جوية في نطاقات مختلفة، حيث يصيب أبعد صاروخ هدفا على مسافة 248 ميلا، بينما تتمتع الصواريخ الأقصر مدى بقدرة محسنة للاشتباك مع أهداف مناورة سريعة الحركة. S-400 يمكن أيضا استخدامها لمحاربة الصواريخ البالستية. يعتبر نظام الاستشعار S-400 فعالا للغاية، خاصة وأن روسيا يمكنها إنشاء مناطق دفاع متعددة الطبقات باستخدام S-400 تقريبا في أي مسرح نزاع جنبا إلى جنب مع إسكندر وSU-27. نظام إطلاق الصواريخ المتعددة تورنيدو. يمكن للـN A 52 4 تورنيدو توفير دعم ناري قوي للجيش الروسي، فهو أخف وزنا وأكثر حداثة من سابقته بـM 30 سميرج تورنيدو، الذي يحتوي على حزمة من 6 براميل من الأدلة للصواريخ 300 ملم مع مدى يصل إلى 62 ميلا. يتم تثبيت وحدة مدفعية التورنيدو على هيكل شاحنة 8×8، ويشبه هذا النظام في كثير من النواحي الصاروخ الأمريكي عالي الحركة، وهو نظام مدفعي للأغراض التشغيلية والتكتيكية. يمكن أن يكون الرأس الحربي لصاروخ تورنيدو شديد الانفجار أو بطارية حرارية، ومن الممكن لهذه الأنظمة أن تغرق مساحة كبيرة في بحر من النار. سيستمر تصنيفنا في القائمة مع غواصة الفئة أكولا. في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي قام الاتحاد السوفيتي وروسيا ببناء 15 غواصة من فئة أكولا، ولا تزال 9 منها في الأسطول. وكانت هذه القوارب شديدة التخفي وغير مزعجة للبحرية السوفيتية في تلك الفترة، وقد قام المصممون الروس بتحسينها باستخدام تقنية إضافية للحد من الضوضاء. ربما الأهم من ذلك، تحمل غواصات أكولا على متنها ترسانة رائعة من الأسلحة بما في ذلك التوربيدات وصواريخ كروز، ويمكن للصاروخ كروز أن يضرب أهدافا بحرية وبرية على حد سواء. يمكن أن يدمر أكولا حاملة الطائرات أو يتسبب ببساطة في أضرار جسيمة وغير متوقعة للمرافق الحيوية على الأرض. يمتلك الجيش الروسي أيضا معدة عسكرية مدرعة قوية، دبابة T-14 أرماتا. حتى وقت قريب كانت أحدث الدبابات في الجيش الروسي هي الدبابات الحديثة من الجيل الثالث
تي 72 والتي 72 بي 3 والتي 98 التي دمرت بشكل فعال، مع التدمير الفعال تماما مع تلك التي تم تطويرها في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وغالبا ما تكون فرص البقاء الطاقم منخفضة. في هذا الصدد طورت أورال كونزافوت جيلا جديدا من التيتا 14 استنادا إلى أرماتا منصة المسار الثقيلة الواعدة التي تتميز عن جميع الدبابات الأخرى بتصميم جديد. الآن أصبح برج الدبابة غير مأهول بالطاقم، حيث يضم محمل البندقية الأوتوماتيكية ومكونات الأسلحة الأخرى، ويتم وضع الطاقم في كبسولة مدرعة معزولة تقع في الجزء السفلي من الخزان، بحيث يتعرف مستشعر الأشعة فوق البلاستيكية تلقائيا على طلقات الدبابة العدو أو الأسلحة المضادة للدبابات التي تطلق حاجبا من الدخان في الاتجاه الصحيح وتسقط باستخدام الذخائر الصغيرة والشظايق ضعيف وصواريخ العدو. أيضا في القائمة لدينا طائرة سو 27، تم تصميم الإصدار سو 27 وتعديلاته في الاتحاد السوفيتي كرد فعل على الاف 15. إن السو 27 بخطوطها الطويلة والمخيفة جميلة للغاية، ولكن بكل مظهرها تظهر مدى خطورة القوة الجوية الروسية. لديها عدة مئات من اس جي 27 اس في تعديلات مختلفة. يتمتع هيكل الطائرة الأساسي بمرونات مذهلة وقدرة على التكيف مع التحديث، وهو لماذا غالبا ما يختارها المشترون المتميزون للمقاتلين من بين المتغيرات سو 27. أخيرا في القائمة لدينا طائرة سو 57 باكفا، مجمع الطيران المتقدم للطائرات الخطوط الأمامية. اقتربت أحدث النماذج الأولية للطيران بالفعل من النماذج التسلسلية في السنوات القادمة. ستدخل النماذج الأولية التسلسلية في الخدمة مع القوة الفضائية الروسية، ومع ذلك هناك حاجة إلى التي 50 باكفا أو سو 57 من قبل كل من الجيش الروسي والمجمع الصناعي العسكري الذي يمكن أن يكسب بجدية كبيرة على الجهاز الجديد. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد، وشكرا جزيلا على المشاهدة.